واش انا ممكن نشري ايفون 8 بلس في 2020 بهذا الثمن اللي كيدير حاليا، واخا كاينين بزاف تليفونات اللي احسن منه ورخص منه في نفس الوقت؟ نديرو مراجعه لهذا التليفون ونشوفوا واش يستاهل ولا لا. السلام عليكم اصدقائي، هذا هو ايفون 8 بلس من افضل التليفونات اللي نزلوا السوق في 2017، هذه ما فيهاش نقاش، ولكن حنا دابا في 2020. المهم نبدا معكم بالتصميم ديال ايفون 8 بلس اللي هو نفس تصميم ايفون 7 بلس، واللي دوز 7 بلس ما غاديش يبان له شي فرق من ناحيه التصميم، وقريب بزاف الايفون 6 بلس، ولكن واخا هو تصميم قديم بكل صراحه تصميم انيق وزوين، وخصوصا الظهر ديال التليفون اللي كامله من الزاج، وشكل ديال الكاميرا حتى هو ناضي ومازال يعني مواكب العصر ومواكب التليفونات الجداد. ولكن الا دورنا التليفون وشفناه من القدام ومع ولفنا كنشوفوا في كل التليفونات الجداد حاليا شاشه كامله وكاميرا قداميه في نوتش ولا تقبه في الشاشه وبصمه مدمجه في الشاشه الى غير ذلك. وايفون 8 بلس بهاد الحواف اللي خداو بزاف من الشاشه كيخليوك تشوف ايفون 8 بلس تليفون اللي قديم بزاف، موديل اللي ما بقاش كيعجب بزاف ديال الناس منهم انا. هذه هي صراحه والتليفون قدامكم كتشوفوا فيه، مي مازال ما تحكموا على التليفون، مازالين غير في الاول ديال الفيديو. وما تنساوش تشاركوا في القناه الى ما مشتركين ودعمونا بلايك. ندوزوا للشاشه اللي حتى هي نفس الشاشه اللي في ايفون 7 بلس، وغير من نوع اي بي اس ال سي دي، يعني ما يمكنش نقارنوها مع السوبر اموليد اللي ولات محبوبه بزاف حاليا. ولكن إذا قرناها مع شاشات الـ LCD اللي كاينه في بزاف ديال التليفونات وهي اللي مشهوره في تليفونات بزاف، هنا الشاشه بدقه عاليه اللي هي 1080 في 1920 بيكسل بمعدل 401 بيكسل في كل انش. وعلى العموم الالوان فيها واضحين، واللي مولف هذا النوع ديال الشاشات اللي كما قلت لكم كاينه في بزاف ديال الاجهزه ماشي غير التليفونات ما غاديش يلقى مشكل. الاداء ديال التليفون ما غاديش نعيبو حيتاش ناضي بكل صراحه. المعالج اللي هنا هو ابل اي 11 اللي كان من اقوى المعالجات في 2017 ومازال من احسن المعالجات اللي تقدروا تلقاوه في تليفون في اللاكشيب ديال السنوات اللي دازو. ما يمكنش نقارنوه مع معالجات اللي كاينين في تليفونات الفئه المتوسطه ولا معالجات اللي كاينين في الفئه الاقتصاديه. تشغيل الالعاب بكل انواعها، تنقل بين التطبيقات بدون اي مشاكل. التليفون كيجي ب 3 جيجا في الرام و64 ولا 128 في الميموار. وعلى العموم اللي كيهم غير الاداء ديال التليفون ناضي. وندوزو للبطاريه. الباتري اللي في 8 بلس صغير شويه في السعه ديالو على الباتري اللي كاين في الايفون 7 بلس. الباتري هنا بسعه 2675 ملي امبير، وكيدعم شحن سريع وكيدعم الشحن اللاسلكي. وكما هي العاده الا بغيتو تشريوه اوكازيون خاصكم تقلبوا على تليفون او ايفون 8 بلس اللي يكون الباتري فيه مازال مزيان. وندوزو للكاميرات. الكاميرا الخلفيه بجوج عدسات بدقه 12 ميجا بكسل، والتصاور ديالهم ناضيين ومن احسن ما كاين، وهتصور قدامكم. العيب اللي فيهم في الاضاءه المنخفضه والتصوير في الليل كيكونوا ناقصين شويه، وهذه حاجه عاديه. وحاجه اخرى اللي عجبتني الفيديو، الكاميرا هنا كيصوروا فيديو بدقه 4K وبمعدل 60 اطار في الثانيه، وهذه حاجه مهمه بزاف بالنسبه لي بحكم انا كنصور فيديو بزاف، وكيصور فيديوهات بالعرض البطيء بدقه 1080 بي ب 240 اطار في الثانيه. وإذا كان النهار والضوء مزيان كيطلع الفيديو واعر، من الليل كيطلع الفيديو عيان شويه. والسيلفي هنا بدقه 7 ميجا بكسل. ولا رديتو البال ايفون 8 بلس ما بينوش وبين ايفون 7 بلس شي فرق اللي كبير بزاف، متشابهين في بزاف ديال المواصفات، وحتى التصميم نفس التصميم تقريبا. والخلاصه ايفون 8 بلس هاتف اللي مازال خوي بكل صراحه، ولكن ماشي بهذا الثمن اللي هو 4000 درهم تقريبا اوكازيون. كاينين بزاف ديال التليفونات اللي احسن منه وبثمن قل من هذا الثمن، وبالنسبه ليا ما نقدرش نشري بهذا الثمن ونخلي بزاف التليفونات بزاف ديال الاختيارات اللي كنفضلهم عليه من جميع النواحي، الثمن والاداء. كما هي العاده نتمنى نفيدكم في هذا الفيديو، وشكرا على المشاهده اصدقائي، والسلام عليكم.